هلا هلا، أكلتنا اليوم كلش سهلة، فتشي كلش لطيف وسهل وما راح ياخذ من عندكم هواي وقت، بس طيبة كلش. يلا نبدأ. بطوع على النار راح نخلي البصل، البصل ترى متناعم، راح نحمس البصل في فترة على ما يتغير لونه وهيك ريحته تبدي تبين انه انحمس زين. نضيف له بعدين اللحم المثروم، البصل تقريبا يعني بصلايتين حجمهم متوسط، اللحم المثروم 300 غرام كان، ويا شوية شحم. راح احمسه زين ويا البصل، من اللحم يبدي شوية يذب مية ويتغير لونه نضيف البهارات. البهارات كلش بسيطة، بس فلفل اسود وبابريكا وخليت ملح، لا تخلون هواي ملح لانه بعدين راح تخلون جبن والجبن شوية مالح. راح اخلي عليهم طماطاية واحدة بس واخليهم فترة، اغطيهم واعوفهم فترة، يعني هاي الحشوة كليتها ما راح تاخذ من عندكم 20 دقيقة وتصير جاهزة. الحشوة صار وياها مثل الصلصة، صارت جاهزة وصار بيها مثل ما تشوفون شوية مثل الصلصة. اوكي يلا هسا نبدي بالتشكيل. راح نحتاج قطع توست، راح نخلي عليها من الحشوة مال اللحم اللي سويناها، ونخلي عليها جبن موزاريلا، ونرجع نعيدها على حسب عدد الطبقات اللي تردون تسووها. خليت اني قطع موزاريلا من هذه الكاملة، وخليت من الجبن اللي يكون مثل المبروش، وعلى الطبقة الأخيرة خليت من صلصة اللحم اللي صارت عندنا، وخليت عليها جبن مرة ثانية من النوعيتين، ودخلتها الفرن. هيك صار شكلها، تدخلوها الفرن فد يعني ربع ساعة تقريبا على ما الجبن هذا يموت. من طلعت زينتها أنا بشوية خضرة وحطيت عليها زيتون، فتشي يخبل. لما راح تقطعوها راح تصير مثل اللفات كاملة، يعني لفات لحم وجبن كاملة، بس بطريقة هيك شوية حلوة، ولأن محمصة وداخلة الفرن طعم الجبن عليها يخبل. لما تقطعوها راح تلقوها فتشي يعني رهيب، يعني الجبن اللي بيها على طبقات اللحم وصلصة اللحم حرفيا يعني ما ينشبع من عدها، وكلش كلش ممتعة بالأكل. فشي كل سهل وسريع، ما يحتاج له هواي وقت، ونفس هاي الاشياء بمكان ما نسويها احنا لفه ونقدم لهم اياها، ممكن انه نسويها بشكل ثاني. ولا تنسون تقديم الاكله، ممكن انه يخليها يعني كانما اكله مختلفه. انا قطعتهم بالنص وخليتهم وحده فوق الثانيه، شكلهم صار كلش يعني كل شكلها صار مميز، وكلش بين الطيبه، هيك اطيب مما تحطوها قطع كامله. قدموها بأي طريقة تعجبكم وجربوها، وبالعافية مقدماً.